العودة لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصر اليوم. وتحت عنوان الشكوى لا تهزم إيران، يكتب الدكتور عمرو الشبكي في مقاله بعدد المصر اليوم غدا عن الاتفاق النووي الإيراني، والذي اعتبره الكاتب يمثل نظريا خطوة نحو اعتدال إيران، سيفتح أمامها الباب لظهور جديد أقوى على الساحة الإقليمية والدولية. وأكد أن محاولات بعض العرب تخويف العالم من إيران تعويضا عن العجز الداخلي لمنافستها لم يعد مجدي في ظل المتغيرات الجديدة، مطالبا بضرورة أن يبدأ العرب في بناء نموذج سياسي كفء والتفاوض المباشر مع إيران دون شركاء. وتحت عنوان بلاها 25 يناير، يكتب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة مقاله غدا بالمصري اليوم عن المبالغة والقلق من يوم 25 من يناير، مؤكدا أن الجميع تورط في تصدير الخوف من هذا اليوم. وركز سلامة على وزارة الأوقاف بسبب إطلاقها فتاوى لتحريم المشاركة في أي دعوات للتظاهر، ثم توزيع خطبة موحدة لصلاة الجمعة للخطر الذي يهدد الأمة في هذا اليوم، مطالبا علماء الدين بالانشغال فقط بأمور الدين التي باتت ملطشة على حد قوله. مشاهدينا، فصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.